زيارة جديدة هي الرابعة التي يقوم بها رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى المكلا منذ تحريرها من سيطرة مسلحي القاعدة قبل نحو عامين، لكنها هذه المرة تختلف عن سابقاتها، فمن بين أجنداتها المعلنة إعادة الروح لفرع البنك المركزي بالمدينة ورفض خزينته بخمسة مليارات ريال. أهمية افتتاح البنك المركزي اليمني بالمكلا هذه الأيام يعني في تسريع عملية التنمية وبالذات المكلا والمناطق المجاورة لها، خصوصا أن هناك مشاريع كبيرة معطلة، وعند افتتاح هذا البنك نأمل أن تتدفق الكثير من الأموال المهربة أو التي هربت أبان الأزمة التي شهدتها حضرموت، وبالتالي أنها سوف تسرع في عملية توفير السيولة وبالتالي صرف الرواتب للموظفين وأيضا الدخول في مشاريع جديدة أخرى. ملفات الأوضاع الخدمية لن تكون غائبة عن جلسات النقاش، فاستمرار غياب الدعم الحكومي للإدارة الحضرمية الجديدة سينعكس سلبا وبحسب مراقبين على قدرتها في إدارة هذه الملفات، وفي مقدمتها غياب الرواتب وارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن تصاعد أزمة انقطاعات الكهرباء التي وصلت إلى 10 ساعات في مناطق وادي حضرموت. مواطني المحافظة ينتظرون من دولته الكثير من الأمور التي تعنيهم، ومنها أمور الخدمات وأبرزها الكهرباء والمياه وإعادة سفلة الطرق. وجود رئيس الوزراء سيحلحل كثير من القضايا التي بها توجيهات من فخامة الأخ الرئيس وحتى الآن لم يتم تنفيذها، ولعل على سبيل الذكر مسألة توفير المحروقات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في الساحل والوادي، هذه مسألة مهمة في حياة المواطن. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتزايد فيه مشاعر القلق من تنامي مظاهر الانفلات الأمني في بعض مناطق الوادي، وهو ما دفع حلف حضرموت في لقائه الأخير إلى تحميل الحكومة المسؤولية ومطالبتها بخطوات تسهم في إعادة الأمن والاستقرار في المحافظة. كثيرة هي الملفات التي سيتم طرحها على طاولة النقاش مع رئيس الحكومة، أهمها إيجاد دعم حكومي ملموس على الأرض لمساعدة الإدارة المحلية الجديدة بالمحافظة في التغلب على أزمة تدهور الخدمات، وكذا إيجاد معالجات سريعة للوضع الأمني في مناطق الوادي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.